اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. لأول مرة الأبراج تتحدث عن رجالها. اكتشفي صفاته وأسراره الحميمة من برجه الفلكي. الأبراج يمكنها أن تكشف الكثير عن الشخصيات وصفاتها، ويمكنها أيضا أن تفسر سر الانجذاب لأبراج محددة دون غيرها. الانجذاب هذا عادة ما يرتبط بصفات الإثارة والإغراء في مراحلها الأولى، لتتطور لاحقا وتصبح أكثر عمقا وتبنى وفق توافق الشخصيات. لكن ما يهمنا هو تفسير سبب الانجذاب الأولي لبعض الأبراج التي تمتلك صفات رجولية جذابة ومثيرة. في هذا الفيديو ولأول مرة الأبراج تكشف أسرار الرجال العاطفية والحميمة ومواصفات كل منهم، فتابعي معنا لتكتشفي الأسرار التي لا يبوح بها الرجل عن نفسه وعن مواصفاته. برج الحمل. الرجل الحمل شاب أزلي مهما بلغ عمره. إنه يعشق الحياة بشكل جنوني، ما يجعله يميل نحو المخاطرة في كل ما يقوم به. هذه الصفة قد تكون عامل جذب للنساء لكونها تحمل الإثارة والمغامرة. الرجل الحمل خلال شبابه غير مخلص ويتصرف على هواه، لكنه ومع التقدم في السن يصبح أكثر نضجاً وهدوءاً. يتمتع مولود الحمل بجسد رائع لأنه من الأبراج التي تهتم بلياقتها، لكنه في الوقت عينه يقول الأشياء كما هي، ما قد يفسد اللحظة. الرجل الحمل يبحث عن امرأة يمكنها مجاراته في الحياة اليومية والحميمة. يمكن إثارة اهتمام رجل الحمل باللون الأحمر. برج الثور. ثقة الثور بنفسه تجعله مثيرا جدا حتى ولو لم يكن يتمتع بالصفات الجمالية. إنه مرح ويعشق المغازلة، وحين تعجبه امرأة ما فهو عادة ما يعتمد مقاربة بطيئة. لذلك فإن رجل الثور عادة ما يتزوج في سن متأخر. إن رجل الثور حسي للغاية ويعشق اللمسات الرقيقة، ما يجعله مراعيا جدا في العلاقة الحميمة. إنه هادئ بشكل عام ما لم يتم استفزازه، ويمكنه أن يجعل أي امرأة تشعر بالأمان معه. برج الجوزاء. الرجل الجوزاء هو متعة للنظر وللتعامل معه. إنه جذاب ومثير حتى ولو لم يكن وسيما. لا أحد يملك براعة الجوزاء في الإغراء، فهو من الأبراج التوأم، أي أنها تملك الصفات الأنثوية والذكورية، وبطريقة ما يمكنه الموازنة بينهما والخروج بشخصية مثيرة وجذابة بل ورائعة. مشكلة رجل الجوزاء أنه متقلب ومزاجي، لكن يمكن جذبه من خلال إثارة عقله. برج السرطان. السرطان من الأبراج التي تملك قلبا من ذهب، لذلك فرجل هذا البرج يتعلق بشكل مبالغ به بوالدته. صفة قد لا تجدها بعض النساء مثيرة أو جذابة. مولود السرطان رجل عائلي بامتياز، يبحث عن الاستقرار مع امرأة توفر له ما اعتاد عليه في منزله مع عائلته. رجل السرطان حساس للغاية ومستعد للموت من أجل من يحب. لا توجد ذرة خبث واحدة في شخصيته، لذلك فإن العلاقة معه غالبا ما تتحول إلى علاقة أمومة،
أكثر من كونها علاقة بين رجل وامرأة. برج الأسد. الأسد هو تعريف لكلمة الثقة بالنفس والإثارة. رجل الأسد يخوض معاركه كمحارب ولا يتراجع إطلاقا، لذلك فإن أبرز صفاته هي قوة الشخصية. إن مشكلة الأسد تكمن في أنه يظن بأن العالم يتمحور حوله، وأحيانا قد يحتاج إلى صفعة أو صفعتين مجازيا طبعا لتذكيره بأنه ليس محور الكون. قليل من المديح يثيره، أما التحدي أو محاولة فرض الأمور عليه فتجعله يفقد أعصابه. برج العذراء. الرجل العذراء قد يكون مثيراً لفئة محددة من النساء. إنه ذكي ويملك ذاكرة خارقة. هو بالتأكيد سيتذكر عيد ميلادك واسم عطرك المفضل. إنه يميل إلى الانتقاد ويفضل الدقة في كل شيء، ما يجعل علاقاته مع النساء معقدة بعض الشيء. إن كنت من النساء اللواتي يعتبرن الذكاء الحاد من الصفات المثيرة، فالعذراء هو الرجل المثالي لك. برج الميزان. الرجل الميزان يتفهم ويعشق المرأة في حياتها، وهذه أكثر صفاته جاذبية. يدرك تماما كيفية التصرف مع النساء، وبلسانه المعسول يمكنه جذب أي امرأة يشاء. إنه مبدع ويملك حسا فنيا عاليا. عطفه وحساسيته يجعلان النساء يقعن في غرامه بسرعة، لكن لحسن الحظ فهو من الأبراج المخلصة التي تكتفي بشريك واحد حين يقع في الحب. مشكلته الوحيدة والتي هي من الصفات المثيرة جدا أنه شهم بشكل مبالغ فيه مع المرأة التي يحبها. برج العقرب. إثارة الرجل العقرب تكمن في عيونه وصوته. يملك مقدرة عجيبة على سحر النساء، وذلك مرتبط بشخصيته الغامضة. رجل العقرب لا يناسب النساء اللواتي يبحثن عن رجل واضح، لأنه بعيد كل البعد عن الوضوح. إنه يملك الكثير من الأسرار التي لا يشاركها مع شريكته إطلاقا. إنه متملك جدا ويمكنه أن يسحق شخصية شريكته، لأنه يفضل أن تكون خاضعة في العلاقة. برج القوس. من الأبراج التي يصعب التعامل معها، لأنها تكره فكرة التواجد في مكان واحد لوقت طويل. من الناحية الجمالية، غالبية رجال القوس يتمتعون بنسبة عالية من الجمال واللياقة البدنية. رجل القوس ذكي بالفطرة، والحياة معه تجربة ممتعة. صفته المثيرة تكمن في أنه لا يمكن توقع تصرفاته. السر في التعامل مع الرجل القوس هو منحه القليل من الحرية بين حين وآخر، وسيعود حتما عاشقا كما لم يعشق من قبل. برج الجدي. إن كنت من النساء اللواتي ينجذبن إلى الرجال الماديين الساعين خلف القوة والسلطة، فالجدي هو البرج المثالي. رجل الجدي طموح للغاية ويتعافى بسرعة من أي فشل يواجهه. حين يرتبط فهو رجل يمكنه أن يجعل المرأة تشعر بالأمان والحب. الجدي في مرحلة الشباب ليس جذابا جدا، لكن جاذبيته تتضاعف كلما تقدم في السن. برج الدلو. الرجل الدلو من الأبراج التي لا تتناسب مع محيطها مهما كان نوع هذا المحيط. إن رجل الدلو يمتلك غرابة في شخصيته تفوق الوصف، ويملك أفكاره المثالية الغريبة عن العالم. غريب الأطوار أحياناً،
ويجنح إلى التطرف في العلاقات الحميمة. رجل الدلو كتوم جدا، ما يجعل التواصل معه صعب للغاية. الدلو يصلح بشكل عام للصداقة، وهي من الأسس الهامة جدا لأي علاقة زوجية ناجحة. برج الحوت. رجل الحوت حساس جدا، حالم وقادر على سحر النساء بابتسامة بريئة حالمة. العلاقات الحميمة بالنسبة إليه تجربة حسية قائمة على المشاعر. غالبا ما يتهم الحوت بأنه يفتقد صفات الرجولة، ما يجعله يحاول التعويض عن نقصه هذا في أماكن أخرى كالاهتمام بلياقته وبناء عضلاته. إن العلاقة مع الحوت علاقة نموذجية ساحرة. كانت هذه رحلتنا مع الصفات الخاصة برجال الأبراج والعلاقة الحميمة معهم، قدمناها لكم من قناة ريوش تيفي. اكتبوا لنا في التعليقات هل تتوافق هذه المواصفات معكم؟ إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل الإعجاب، كما لا يفوتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. إذا أردتم مشاهدة المزيد فاختاروا واحد من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامكم الآن.